السلام عليكم، حياكم الله جميعا، معكم سعد أو كرزون، وهذا اليوم رقم 157 لهذا المود. أول شيء شكرا لملزلز، لأنه بصراحة يوم نزل المقطع القناة كانت 500 متابع، فجأة 2700 ما أدري كم. فشكرا شكرا ملزلز، وطبعا شكرا لكم جميع المشتركين الجدد. طبعا احنا وقفنا بهذا المكان بآخر مقطع، مو باخر مقطع، اخر مقطع كان بري الفا، وفي قبله كم مقطع كان فيه تحسينات للمبات القديمة، لكن هنا اخر ماب في المود، ومن بعده وقفت وبديت زينا نسخة بري الفا. فصار لي اسبوع سويت ماب جديد وهذا الاستعراض له، فخلونا نبدأ ونقول بسم الله. طبعا قبل ما ابدا، هذا مجرد استعراض الماب، فبكل تاكيد ما راح يكون فيه اعداء، والسبب لانه الاعداء ناخذ وقت عشان اسويهم، لانه لازم اخطط وين اماكنهم، اخطط وش صعوبتهم، كم واحد، اخطط وش الاغراض اللي تكون موجوده، فاحتاج وقت لهالشيء. فغالبا استعراض الماب يكون بدون اعداء، لاني اختصر على نفسي واخلي الاعداء بعدين. فنقول بسم الله، يلا نبدأ. بسم الله. هذا هو الماب الجديد. هذه حصيلة عمل لسبعة أيام أو ستة أيام تقريبا. جينا من هنا. الماب هذا صراحة كان من أعقد المابات اللي سويتها، لأن بصراحة فيه تفاصيل كثيرة بهالماب. زي هذه المروحة اللي تدور، في تفاصيل بعد بنشوفها قدام إن شاء الله. فخلونا نتقدم ونشوف. طبعا بالماب هذا بتلاحظون الإضاءة الجديدة هذه، قبل كانت الإضاءة عبارة عن خشب طلع النيران، لكن بالماب هذا سويت جمجمة هي اللي طلع النيران. طبعا اخذت مني وقت كثير طويل عشان اسوي الجمجمه هذه، بس بصراحه كانت تستاهل الوقت، اخذت مني ساعات عشان اسويها، كانت فيها تعقيد كثير، بس الحركه ضبطت بالاخير الحمد لله، والنتيجه مرضيه. تقدر تكسرها طبعا، تروح الاضاءه. فيلا نكمل. هنا نوصل هذا المكان في مفترق طرق. طبعا انا احب احط مفترق طرق او يعني اكثر من مسار، احب اعطي حريه للاعب وين يروح. فتقدر تروح يمين او تروح يسار، فخلونا نروح الطريق الثاني. طبعا حتى لو ما يفرق، طبعا المسارين ما يفرقون واجد، لكن احلى لو يصير عندك خيارات. هنا في حفرة، وهنا ايضا منكسر. طبعا انا احب احط بعض التفاصيل عشان اضيق المكان على اللاعب، فمثلا الحفرة هذه والحفرتين دول عشان طيق هذا المكان على اللاعب، اذا واجه اعداء بهالمكان ذا فيصير اصعب عليه. انا احب اصعب اللاعب. هنا مكسور لازم ننقز. والحين رجعنا لنفس المكان اللي تو، هنا نقدر ننقز من هنا، لكن يلا نكمل. بهذا الماب في كمية تفاصيل مي بطبيعية، يعني اخذت جهد كبير عليه، لانه المفترض هذا الماب ينزل بكره، بس ضغطت على نفسي اليوم عشان انزله اليوم بما انه جان مشتركين كثير، فقلت يلا. فيلا نكمل. هنا في تقدر تروح تلوت، طبعا اكيد الناس ما راح ينسون المكان هذا، يحبون التلويت ما شاء الله عليهم. زي ما قلت كمية التفاصيل بهالمكان بصراحة، حتى انا معجب بهالمكان، معقد، انا بصراحة مخي بغى ينفجر وانا اسويه. وهنا نقدر نكمل طريقنا ولا نقدر نروح من هنا؟ اكيد في شيء هنا. خلينا نروح نشوف. طبعا كمية التفاصيل بهالماب متعوب عليه، تفاصيل كثيرة بكل مكان. أخذت وقتي وأخذت جهدي على المكان هذا. طبعا إذا رحت هنا راح يكون في كنز خاص بروح بسويه إن شاء الله، بس مو بالحين. بكمل المبات الجاي إن شاء الله، بعدين بتفضل الكنوز.
زي المفاتيح، مثل ما لاحظت في مفاتيح جديده، هذه ما سويتها الا اخر شيء قبل ما انزل بري الفا سويت المفاتيح، فاحسن عشان اخصص وقتي يعني للمبات. فبيكون هنا في كنز خاص باذن الله. فخلونا نكمل مسارنا. نروح من هنا. زي ما قلت لكم التفاصيل موجودة في كل مكان. هنا في صندوق، وأنا الحين الصندوق فاضي. زي ما قلت لكم الأغراض أحطها بعدين إن شاء الله مع العداء بعد ما أشوف وش يناسب. فنروح نرجع من هنا مع الدرج. هنا تقريبا وصلنا لنهاية المكان. طبعا أنت ما راح توصل المكان هذا بسهولة، راح يجونك أعداء من كل مكان تقريبا. هذا المكان حبيت ستايله، هذه الجهة صراحة، خصوصا مع الإضاءة. الإضاءة حطيت آخر شيء بصراحة، أعطت شكل جميل جدا، وخصوصا بعد المراوح. المراوح بصراحة معطي شكل جميل للماب، معطي يعني حركة حلوة. والأعلام أيضا، الأعلام ترى حطيت الأعلام آخر شيء، كانت الفكرة موجودة بس بغيت أنزل مقطع بدون الأعلام، أخذت مني وقت بصراحة الأعلام لين جبتها من ماب ثاني. فيلا نكمل. نمشي من هنا. والحين وصلنا لنهاية الماب. هنا خلاص الباب هذا يودينا للماب اللي بعده. الماب اللي بعده ما سويته الحين، لكن ما زال الخطط موجودة. يعني تقريبا ترى خططت 20 ماب قدام، موجودة هالخطط عندي. واللي يسأل متى ينزل المود، ما أدري، ما عندي وقت محدد. أنا تقريبا كل 7 أيام أخلص ماب تقريبا يعني. وأنا مروق بصراحة، أبي أسوي مابات على كيفي. ما في وقت معين، لكن إذا حسيت إنه خلاص مليت فبختتم إن شاء الله بيخلص المود. ودي اعرف وين فتح الباب. ما علينا. شو اسمه، في شيء بتلاحظونه بالماب هذا، بتلاحظون هذه الخشب هنا، تشوفون هذه، وايضا بتلاحظونه هنا هذا وهنا ايضا. طيب وش السر؟ هذا من هنا يجون الاعداء يطبون عليكم فوق من هذه الاماكن. معي مخطط لهالشيء من الحين، لكن زي ما قلت ما في اعداء الحين، بسوي مابات والاعداء بعدين. شكرا لكم جزيل الشكر على حسن المشاهده، وفي امان الله. وقبل ما اختتم المقطع، في مود نزلت سويته قبل هالمود هذا، مود دبلجه اصوات الاعداء باللغه العربيه. فهي اذا انتم مهتمين بالمود هذا علمون، انزل المقطع عليه ورابط التحميل طبعا. فايش رايكم؟ شكرا لكم وفي امان الله. لا لا هذه ما كان الجمجمة فوق. اوكي ما حد شاف، سووا انفسكم ما شفتوا، روح اصلحها واجي. مع السلامه.